الصور التي ستشاهدونها الآن ونعرضها أمامكم، المشجعون العراقيون يرفعون لافتات رسالية. الموسيقى التي بداخلنا هي موسيقى السلام، هي رسائل وصفها نشطاء بالبليغة والموجهة إلى الأحزاب الحاكمة، رفعها العديد من الشباب العراقي خلال المباراة. هذه اللافتات تحمل العديد من الرسائل كما قلنا لكم، وتشاهدونها وتقرؤونها بأنفسكم، منها أقدس الألحان هو النشيد إلى آخره من اللافتات الموجهة إلى الأحزاب.